تفضل. مرحبا يا سادات، رانا محتاجين مناقص علينا المياء 100%. حاب زالوا شهر الفراش والفلاحة راها دادة، راها تمت بانين 4 بيوت ولا 5 راهم حبسوا دريكت، ومنزل 20 واحد راها راحت تماما، ما بقى منها لا الكبير لا صغير. واحد يكبل وواحد زهر وواحد راه ولا غير الحق المرارة، وواحد الحق التوكلت، وواحد راه في مسعد، وراها تفرقت الخلايق ما لقات حتى ميتي. وراها قعدنا قواب لا زوين لا يبلنا لا حميلنا لا قلمنا لا دواجنا كل حبست. والطريق راه اللي راه الكماينه اللي تكون نروح نوردو الشمال بالرخام وسماره 21، هذيك 20 25 كيلو سماره، وهذيك 25 كيلو ثاني كيما هي بالرخم، اللي نوقفوا على شرط كاين اللي يقعد 3 سوايع كاين اللي يقعد 4 سوايع في سماره على الماء تاع الكماين الموله. وكانوا هنا كل شيء يسقوا، يسقي واحد 50 كامي 30 كامي 40 كامي يسقي منها الماء. وتغير الماء، جانا رئيس الدائرة قال أنا نعطيك، جاب لنا البومبة حتى هنا قلق علينا الماء وصد، ما جانا ما شفناه. عطانا خبر قال راني نجيب لكم جروب، ما جاب لا جروب لا والو. قابلوه الجماعة، قابلوه راه هذه في هذا السعر هذا تم. السلام عليكم. هذه الحطيبة هنا رانا في الحطيبة في مركز الحطيبة. الحطيبة تابعة لبلدية تم العظام. صح. صحيت يرحم والديكم. التريسيتي كي زعصك الحاجة، التريسيتي قداه بعيدة منا عليك من التريسيتي قداه؟ 18 كيلو. منين البلاصه؟ من بالرخم. بالرخم وزنوها وقال بقى لكم شهر قد تبلغ لكم تريسيتي هنا. رئيس المير اللي كان في اللي راح اللي راح السحاب، وقال راني كله بربي راه كلش مزهج، عطيه هنا الوالي. زار الوالي ثاني قال راه كلش مزهج، واللي ما تفرقت علينا الامورات وحنا في الانتخابات تاع درك، رانا في القريب اللي 2022 22 صح، ما بقى والو. هذا رانا قعدنا رانا نرحلوا درك منها، كاين اللي راه فر منها كاع راه حل راه البدوي. هذه قد عدد السكان هناك بالتقريب؟ كانوا من 15 ودرك راهم قعدوا 7 ديار. صح 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 الحاجه.